الضوء يلعب دور في الدراما، طبعا مش احنا بننور طبعا بس. لا، بيقول حاجه بيبقى ليه فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، ليه رساله. الاضاءه بيبقى ليها رساله بتزود داخل فعل الدراما. مظبوط. طيب انا كنت عايز اسال حضرتك، بمناسبه احنا بنتكلم عن زعيم عادل امام، برضو في حضرتك محطه مهمه جدا لازم نقف عندها، وهي التصوير تحت الماء. حضرتك عملت جحيم تحت الماء وجزيرة الشيطان، وحضرتك أول مصور سينمائي يغطس ويصور تحت المية. يا ريت لو حضرتك تكلمنا أكتر عن هنرجع التفاصيل. للطفولة. في ساعات الواحد بيبقى عنده أحلام كده. أنا من الطفولة كنت بحب أفلام إستر ويليامز، كان اتكلم ده في الخمسينات يعني. دي كانت بطلة سباحة، وشركة مترو جولدن مير عملت لها مجموعة أفلام استعراضية تحت المية. فطبعا أياميها يعني أنا بحب، لكن ما بعرفش يعني. ما لما كنت بعمل فيلم اسمه محمد حسيب، ناسي اسم الفيلم ده، في شط تحت المية، فأنا عارف علميا يعني، بقرأ وبعرف إزاي بيصور تحت المية. لكن أنا جبت صندوق إزاز وغطوني بأسود وخدت الشط، الحته اللي عملتها. بعد كده في نفس السنه رحت سينا اصور اعدام ميت. فقابلت بقى نوادي الغوص، كان عندي 40 سنه 41 سنه. قلت لهم انا عاوز اتعلم غوص وكده. المهم اتعلمت غوص، ابتديت انزل تحت الميه، وابتديت الله احنا عندنا كل ده محدش بيصوره. هي دي النقطه اللي اثرتني. حضرتك حصلت في الغوص على لاينسس 3 نجوم صح؟ انا اخدت ما هو انت لازم تدرسي. ما ينفعش طبعًا. تنزلي الميه كده اكيد لازم يكون في لان بيحصل حاجات جوه جسمك، تغير جوه جسمك طبعًا. المحيط تحت الماء ديت في حاجات خطره جدا طبعًا. مش زي القرش زي ما بنشوف الافلام الامريكاني، لا مش شرط يعني. فانت لازم تدرسي بحيث انت تعرفي ازاي نمره واحد تغطسي، ازاي يبقى في سيفتي جواكي، ان الرئه بتنكمش طبعًا. وبعدين قوانين فيزيائيه بقى يعني دراسه كامله. وبعدين بتاخديش الشهاده بتاعتك الا ما بتعملي عدد معين من الغطسات طبعا. فانا وصلت لحد اخر حاجه، وبس كنت بصور بقى خلاص. قالوا لي تطلع بقى انستراكتور ابقى مدرب، قلت له لا انا مش عاوز ابقى مدرب، انا كده كويس قوي. الخبره دي امتدت كمان للطريق الالات طبعا. هو الفكره طبعًا الاساسيه ان انا كان في ذهني الطريق الالات، بس ما كنتش اقدر اشتغل الطريق الالات الا ببقى غطاس ومصور تحت المايه كويس. الطريق الالات اصعب ألف مره من الافلام اللي فيها مغامرات وكده، متصوره بالنهار ومصوره بسمك وبتاع. لا الطريق الالات لازم يشتغلوا بالليل في المايه كحل، مفيش حاجه اسمها نور تحت المايه وكده، مفيش حاجه اسمها بابلز اللي هي الرغاوي اللي بتطلع، عندهم حاجه اسمها دايره مغلقه عشان ما تكشفوش وهكذا يعني. فالحمد لله يعني قدرت اعمله نقلات تاريخيه.